الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. اليوم إن شاء الله وبناء على طلباتكم وفي حلقة استثنائية فقط للمحامي، كيف تطالب بحقوقك بدون عقد اتفاق؟ المفروض ان الوضع الطبيعي وجود عقد اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله على كل الاعمال التي سوف يباشرها المحامي لمصلحة موكله، والاتعاب المتفق عليها بينهما واسلوب او الطريقة المتفق عليها للسداد حسب عقد الاتفاق الذي يتم تحريره. ولكن في كثير من الاحيان يكون هناك مانع ادبي للعلاقة الشخصية أو القرابة أو المصاهرة أو غير ذلك من الظروف التي حالت دون تحرير عقد بينهما عن الأتعاب، وبعد إنهاء المحامي الأعمال الموكل فيها لمصلحة موكله يتنصل موكله من ذلك ويتهرب من سداد الأتعاب أو المتبقي منها حسب الأحوال، وفي كل الأحوال ينكر مجهودك وما حققته له من مكاسب للتهرب من سداد حقوقك. ماذا تفعل وأنت مكلف بحقوق الناس ومنهم الموكل الذي يتهرب من الأتعاب؟ هل لا تستطيع الحصول على حقوقك في هذه الحالة؟ كلا، من حقك في هذه الحالة اللجوء إلى قاضيك الطبيعي وإقامة دعوى ضد موكلك السابق بالمطالبة بالمصاريف والأتعاب التي تكبدتها في سبيل تحقيق مصلحته وتهرب من سدادها لك. على أنه تعود دائما على الاحتفاظ بإيصالات الرسوم التي تسددها في المحكمة عن موكلك، وصور ضوئية أو رسمية، وطبعا لو كانت رسمية أفضل، من أي إجراء قمت به لصالحه بموجب الوكالة الصادرة لك منه، سواء كان ذلك الإجراء محضر شرطة أو إجراء في النيابة أو أمام المحكمة. وبالجملة كل ورقة تكتبها أو تعمل فيها لمصلحة موكلك سابقا، خصمك حاليا، حتى تكون سندك في المطالب. فتذكر دائما كما علمنا أساتذتنا أن ألد أعداء المحامي موكله، بمجرد ما تنتهي مأموريتك يحاول التقليل من الدور الذي قمت به أو المجهود الذي بذلته، وأنه لولا وجوده معك ما كانش حاجة نفعت، إلى آخره من العبارات التي دائما ما تقال من الموكل بعد انتهاء أعماله ويذكرها للمحامي. يعني دايما يتنكر لكل مجهود عملته وانت حكمت في حاجة، ده القاضي اللي حكم، وكل هذه الأقوال والعبارات التي نسمعها في ساحات المحاكم. اللهم إلا قليل من الموكلين اللي بيعترف فعلا بدورك الحقيقي وما قمت به لأجله. والكلام اللي أنا بقوله ده من خبرة التعامل لقرابة 40 عام في ساحات المحاكم. نرجع للإجراء بتاعنا. أحيانا يرجع يروح الموكل بعد انتهاء مأموريتك ويلغي التوكيل باعتقاد منه أنك لن تستطيع الحصول على حقوقك، أو يروح يصلح مع الخصم بتاعه اللي انت كنت شاكيهوله من وراك اعتقادا منه كده انت مش هتقدر تطول حاجة بعد ما يتفق مع الخصم. احيانا يروح الموكل مجاملة لخصمه يتفق معه على التصالح بعيد عن المحامي عشان يضيع اتعاب المحامي مجاملة للخصم بتاعه، معتقد بكده انك مش هتقدر تطول حقك، وده طبعا كلام فاضي، لانك كده كده ببساطة هتقدر تطول حقك، وعليك تجميع حصيلة الرسوم وتقدير أتعابك اللي تستحقها عن الأعمال اللي قمت بها، وتبدأ في الإجراء. ترسل له إنذار على يد محضر، تبعت إنذار على يد محضر تطالبه وتمهله أجل في الإنذار للسداد،
يعني تبعت له انذار بتقول له ان انا قمت بموجب التوكيل رقم كذا اللي انت حررته، انا قمت في تحقيق اعمال لك عبارة عن كذا وكذا وكذا، والقضايا ارقام كذا وكذا، وتذكر ارقام القضايا والنتائج اللي حصلتها له في العمل او المجهود اللي انت بذلته لاجله، وان انت لك عنده رسوم واتعاب قدرها كذا لم يسددها وتهرب من سدادها برغم مطالبته وديا مرارا وتكرارا بالسداد، الا انه تهرب من ذلك. وتقول لذلك في وسط السطر انك انت بتمهله مهلة قدرها اسبوع او 10 ايام او اسبوعين حسب ما تمهل المهلة للسداد. اذا لم يسدد في خلال المهلة وانقضت المهلة انت بتبتدي تقيم عليه دعوة مطالبة بالأتعاب حسب ما تم تكليفه به في الإنذار، وذلك وفقا للاختصاص القيمي للمحكمة. إن كان المبلغ اللي بتطالبه به على سبيل الاختصاص القيمي في المحكمة الجزئية أو الاختصاص القيمي في المحكمة الكلية حسب الأحوال، بترفع دعوة المطالبة كدعوة مدنية عادية خالص كأنك بترفعها لموكل، وبالتالي بتقدر تحصل ضده على حكم بالمصاريف والأتعاب من المحكمة، ولكن بالوصف اللي أنا شرحته احتفظ بإيصالات تسديد الرسوم اللي انت سددتها عنه أو أمانة الخبير أو أي إجراء من هذا القبيل، واحتفظ بصور دائما من كل الأعمال اللي قمت بيها. إن ما كانتش صور ضوئية هات صور رسمية من المحكمة، ده كله متاح لأي مواطن، فبالك انت محامي تقدر تتصرف في الكلام ده كله وتحضره، لأنك هتعوزه تقدمه في حوزة مستندات للمحكمة عشان توضح للمحكمة ايه اللي انت عملته ايجابيا للموكل بتاعك وتنصل من مصاريفك ومن اتعابك، وعليه تقضي لك المحكمة ان شاء الله باتعابك المستحقة اللي انت قدرتها في دعواك.